بعد 3 أشهر على أزمة القوقاز وما كشفت عنه من خلافات عميقة بين روسيا والغرب، وفي أجواء أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالعالم ووصلت تداعياتها إلى روسيا، عرض الرئيس ديمتري ميدفيديف في أول رسالة سنوية له إلى البرلمان الفيدرالي، عرض أهم الركائز في سياسة بلاده الداخلية والخارجية. Две очень разные проблемы, имеющие, однако, общие черты и, можно сказать, общее происхождение. Нападение грузинской армии на российских миротворцев обернулось трагедией для многих тысяч людей, для целых народов. В результате этой провокации резко возросло напряжение, тоже приобрел глобальный характер. Свойства некоторых местных проблем становятся всеобщими. Мировой финансовый кризис тоже начинался как локальное ЧП институтов обеспечения безопасности. Так, ранее планировалось снять с боевого дежурства 3 ракетных полка ракетной дивизии, дислоцированной в Козельске, а саму дивизию к 2010 году расформировать. Я принял решение воздержаться от этих планов. Ничего реформировать не будем. الأوساط الروسية على كافة أطيافها السياسية أعربت عن ارتياحها لما تضمنته رسالة ميدفيديف بشقيها الداخلي والخارجي، ومن ضمنها رؤيته لعلاقات روسيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة. Одно из главных предложений, по сути, принято наше решение об усилении контроля за исполнительной властью. Я не раз заявлял, что исполнительная власть без контроля общества. السياسيون الروس هنا وإن كانوا لا يعولون كثيرا على حصول تغيرات جوهرية في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة حيال روسيا، إلا أنهم يبدون نوعا من التفاؤل الحذر بفوز أوباما الذي لم يتلوث كما يقولون بأجواء الحرب الباردة، ووصوله إلى البيت الأبيض سيسمح بتواصل أسهل مع القيادة الروسية. رسالة تأتي في أجواء إقليمية ودولية حساسة، وبعد ساعات على الإعلان الرسمي عن فوز باراك أوباما، اختار الرئيس الروسي أن يختتمها بتوجيه الدعوة للإدارة الأمريكية الجديدة لبناء علاقات طيبة مع روسيا، وبإشارات واضحة أن بلاده مصممة على بناء عالم متعدد الأقطاب. مجيد القضماني، النيل، قناة مصر الإخبارية، موسكو.